السلام عليكم، كيف الحال؟ لاباس عليكم؟ مزيان. بغيت نوريكم واحد الشونتيو، واحد الشونتيو ديال واحد الكونيزي سامبل. علاش نقول لك تبارك الله على اول حاجه اللي وجدها في الاول؟ وجد لها واحد الحاجه ديال الهندسه، بحال دابا ملي تيكون الحيط عوج شتي هاد الحرف الزائد، هذا الحرف اللي زايد. انا نبين لكم بيديا هاد الحرف اللي زايد هذا، لكن واحد الحرف هنا زايد، هذاك اتصال العيوب ديال الديفوات ديال الحيوط. يعني هاد الحرف هذا كيصات العيوب، كيصات الديفوات الحيط. مثلا هنوريكم بحالاش، هانتم الى شفتو هانشوف شحال العوجيه في هاد الساريه الفوندو، ولكن الا شي هانتو الكونيزه هي غادا مقاده من الحرف التحتاني. يعني هانشوف الى شفتوها هي مقاده. دابا هو هاد القضيه ديال هاد الكونيزه شنو تدير؟ هي ملي تتلصق مع الحيط بحال هكا مثلا، بلات كتجي بعيده من الحيط، وهاديك البعوديه ديالها هي تاخد شويه ديال الفينيسيون، كتاخد شويه القبص هنا، هي كتلصق بحال هكا في الدار كتاخد. ولكن هاد الحرف هذا تياخذ العوجيه، سبحان الله تيقاد الميزان ديال الحيط، وما تخليش الكونيزه غادي عوجه، واخا يكون الحيط عوج. ها انت دابا الا شفتوها كتبان لكم شويه بعيده من الحيط، هذيك الحوفه هما اللي تيبعدوها، هما اللي تيخليو يستوي العيوب ديال هاد العوجيه، هاد الكونيزه سامبل. علاه عطاتني في هذا البيت بحال هكا مقادين؟ ها انا كنشكي مقادين، الا شفتو الحيط عوج ولكن الكونيزه غادا مقاده، غادا نعم مقاده بلات. شوف دابا كتبان حسن. ها نوريك مشكلة اخرى، هانتوما الا شفتو هذا، شوف الحيط كيعوج، شوف الكونيزه كي غادا مقاده. هذا عاوتاني شوف، انا بغيت نشارك معكم ابسط يعني حاجه، ماشي شي ديكور بزاف، لكن المهم نشارك معكم ديكور بسيط، وبغيت نوريكم غير باش يجي ميزان. يعني هاد الفكره اللي عطيت ديال نفس القباصه اللي غادي عاد بادين، وعطيت فكره تاع القباصه نيت، وانا بلا ما نقول الحقيقه نقولوا انا باصي اول ما ركب هاد الكونيزه في هاد الحرف، وعطاتني بهاد تبارك الله بهاد الشكل اول ما صراحه نعرفها، ومني عرفتها قلت والله تنشاركها مع خوتي. تحياتي لكم ومرحبا بكم وحياكم الله، اللهم يسر وتقبلوا مني هذا العمل المتواضع، اللهم يسر.